بنرحب بحضراتكم مشاهدينا على شاشة التلفزيون المصري من داخل أروقة حكاية وطن. هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار 3 أيام بدأت بالجلسة الافتتاحية والتي تضمنت زخما كبيرا لعرض كل ما واجه الدولة المصرية من تحديات وكذلك أيضا الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية. مؤتمر حكاية وطن الذي ينعقد بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلي المجتمع المصري بكل أطيافه لعرض كل ما تم من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات. من أبرز الجلسات التي تناولتها المؤتمر أو جلسات المؤتمر وهي الجلسة الاقتصادية تناولت بالفعل الكثير من الموضوعات المهمة التي تهم المواطن المصري وبشكل خاص في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وفي مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار بالتأكيد يشرفنا معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أهلا بسيادتك معالي الوزيرة. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة الوزيرة. النهاردة الحقيقة الجلسة الاقتصادية كانت من الجلسات المهمة جدا ونقدر نقول إن هي كانت كشف حساب بكل ما تم من تحديات كثيرة واجهت الدولة المصرية وقدرت الوزارة إن هي تواجه هذه التحديات على مدار سنوات طويلة جدا بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة حتى تحققت إنجازات على الأرض بالفعل. مظبوط. الحقيقة النهاردة يعني يمكن المؤتمر في جلساته في الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى كنا بنعرض فيها إيه اللي تم في مصر من جهود تنموية على مدار 9 سنوات الماضية. وخلينا وإحنا بنقول يعني أهمية هذا المؤتمر لأن الحقيقة هو بيعقد في ظروف استثنائية جدا. إحنا العالم كله بيمر بظروف استثنائية، يعني إحنا شهدنا أول أزمة كوفيد-19 لما حصلت واستمرت معانا تقريبا أكتر من سنة، حصل فيها غلق كلي للاقتصاديات، حصل فيها تداعيات شديدة من ارتفاعات الأسعار ويعني انقطاع لسلاسل التوريد، ثم يدوبك العالم بيخرج من هذه الأزمة بدأت الأزمة الجيوسياسية، وطبعا دي لها تداعيات أيضا شديدة جدا زادت من حدة التأثير بتاع أزمة كوفيد-19 على الاقتصاديات المتوسطة والنامية، وخصوصا لو أخذنا في اعتبارنا بقى أزمات المناخ اللي بتحصل من كوارث طبيعية من فيضانات من زلازل من إعصارات. ودينا بنشوف الفترات الأخيرة اليونان حصل فيها إيه في الصيف، المغرب، ليبيا، كل ده الحقيقة بيزيد من العبء على اقتصاديات الدول المتوسطة والنامية. فكان مهم جدا إنه عملية التواصل مع الشعب لعرض ما تم وعرض الظروف اللي العالم بيمر فيها، ومصر مش بعيدة عن هذه الظروف، هي جزء من العالم بالتالي بتأثر فيه وبتتأثر بيه في نفس الوقت. حقيقة لما نبص بنقول إنه الدولة المصرية بعد مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني من 2011 إلى نهاية 2013 بدأنا في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وبدأنا كنا من الدول السباقة في إنها تطلق رؤية تنموية، رؤية مصر 2030 اللي هي بتتفق مع الأهداف الأممية 17. وإحنا بنتكلم على هذه الرؤية بنقول العالم كله اتفق إن هو يحط مجموعة أهداف، أهداف زي إيه؟ زي الحد من الفقر، الحد من الجوع، تحقيق مدن مستدامة، إن أنا يبقى عندي طاقة نظيفة، إن أنا عندي مياه نظيفة، عندي مساواة بين الجنسين، عندي عمل لائق، كل الكلام ده أهداف حلوة يجتمع العالم على إن هو نتفق عليها لازم نحققها في 2030. طيب إيه اللي حصل في هذه الأهداف ومصر فين من هذه الرؤية؟ اللي حصل في هذه الأهداف إن السنة دي إحنا كنا في قمة التنمية المستدامة لأن دي نص المدة ما بين 2015 و2030، فكان في قمة لأهداف التنمية المستدامة، والأمين العام للأمم المتحدة وقف وقال إنه إحنا 12% فقط من الأهداف دي تم تحقيقها على مستوى العالم نتيجة التداعيات الاقتصادية اللي حصلت من أزمة كوفيد للتداعيات الجيوسياسية، و 38% من الأهداف دي لم يتم تحقيقها تراجعت، و 50% من الأهداف خرجت تماما عن السياق. طب إحنا فين من الكلام ده؟ مصر فين بقى من هذه الكلام؟ مصر من 26 دولة على مستوى العالم اللي التزمت، كانت من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده العالم اللي بيقول، مش إحنا اللي بنقول على نفسنا، ده العالم اللي بيقول علينا، الأمم المتحدة اللي بتقول علينا، وإحنا تقدمنا بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. طب إحنا النهاردة عملنا إيه؟ إحنا بنشتغل وفقا لهذه الرؤية. الرؤية دي بنطلع منها بالخطط
متوسطة المدى خطط التنمية المستدامة وبالخطط السنوية اللي احنا بنشتغل فيها مع كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة. ودايما كمان بيكون يعني معالي الوزيرة الحقيقة انه في ارقام بتكون مستهدفة، ممكن ما بيتمش، حضرتك اشرتي لكده، مش بيتم الوصول للرقم المستهدف، بس بتكون في انجازات حقيقية في مجالات كثيرة كانت بتواجه تحديات بشكل كبير جدا. وفي النقطة دي انا عايزة اتوقف مع حضرتك الحقيقة على انه يعني سيادتك في العرض الخاص بيكي بالفعل حصل عرض لكل الأرقام وكل الحقائق، وسيادة الرئيس اتكلم على موضوع التشكيك في كل شيء على الرغم من أنه كل حاجة واضحة ومبينة بالأرقام بشكل واضح جدا. عايزة حضرتك تعلقي على الموضوع ده. اولا احنا الرؤيه والخطط دي بيبقى لها مستهدفات، انا عايزه اوصل، انا عايزه احقق مثلا في التعليم زي ما قلت، لو خدنا التعليم الجامعي وقبل الجامعي احنا بنعايزين نحقق، عايزين نحقق اتاحه تبقى جامعه موجوده في كل محافظه واكتر من جامعه وجامعات على مستوى تنافسي عالي معتمده دوليا، فاحنا حققنا الاتاحه على مستوى التعليم الجامعي، ولكن احنا في الطريق لتحقيق التنافسيه ده بياخد وقت، اعتماد دولي وخبرات بتيجي من بره وتصنيف دولي للابحاث، فاحنا بس احنا ماشيين في الطريق ده. ولكن على التعليم القبل الجامعي انا عندي تحدي لازم اقوله بمنتهى الامانه، انا عندي زياده سكانيه 2.5 مليون مواطن كل سنه، وبالتالي انا النهارده قدرتي على ان انا اوفر فصول، انا وفرت 120 الف فصل اضافي في الفتره الماضيه، ال 120 الف فصل دول قدرت استوعب بيهم 4.8 مليون طفل جديد دخلوا. وعملنا ايه كمان؟ احنا بنقول احنا الاتاحة والتميز، في الاتاحة انا وفرت فصول في اماكن ما كانش فيها فصول، ما اماكن كانت محرومة من قرى ومراكز كانت محرومة من المدارس، وفرنا كمان تركزنا على الصعيد، 35% من الاستثمارات دي راحت الى محافظات الصعيد عشان اضمن العدالة المكانية في التوزيع. ولكن انا هل عندي التنافسية؟ لا، انا في التنافسية انا عايز اوصل ل 35 طفل في الفصل، أنا لسه ما زلت عند متوسط 45 طفل في الفصل، في مدارس فيها أكتر وفي مدارس فيها أقل، في مدارس فيها 50 وأكتر من كده وفي مدارس فيها أقل، ولكن أنا النهاردة عشان كده احنا قلنا التوجه الجاي هيكون شراكة في هذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، الدولة هتصرف والقطاع الخاص كمان هيدخل ينشئ ويدير ويشتغل معانا في هذه المدارس، فأنا عندي قدرت أوفر الإتاحة الجزئية، عندي كمان بعض التحديات الأخرى اللي احنا لازم نتكلم عليها، احنا حققنا إنجازات كبيرة جدا في توفير فرص العمل. عندي 7% معدل بطالة وده معدل منخفض جدا، ولكن أنا النهاردة ما زال عندي بطالة المرأة أعلى من بطالة الرجل، هي 3 أضعاف بطالة الشباب، فأنا لازم أشتغل أكتر على تمكين الاقتصادي للمرأة عشان بعمل تدريب وبعمل تمكين اقتصادي وبدربهم على المهارات التكنولوجية عشان خاطر كمان يقدروا يندمجوا أكتر في سوق العمل، زائد طبعا بعض الأمور والتوعية الثقافية الأخرى اللي احنا بنشتغل عليها. فهناك طبعا عدد من التحديات احنا بنشتغل عليه، بنشتغل على معدلات النمو انها تبقى مستدامه بشكل اكتر. كمان حضرتك اشرتي الى يعني نقطه مهمه وهي انه التنميه كان في تركيز على ان هي كمان تكون موجوده في كل محافظات الجمهوريه وتوصل للصعيد، ورئيس الوزراء النهارده طبعا تابعناه بيتكلم على انه كان من ابرز الاهداف وصول التنميه الحقيقيه الى ارض الفيروز الى سيناء. حضرتك شايفه انه الى اي مدى كل مؤسسات الدوله بتعمل جنبا الى جنب لتحقيق التنميه المستدامه في كل مصر في كل ربوع الجمهوريه؟ الحقيقة موضوع العدالة المكانية ده جزء أساسي من العدالة الاجتماعية، إن أنا أبقى النهاردة بوفر الخدمات على مستوى كل أنحاء الجمهورية، عشان كده النهاردة طبعا في تنسيق وتعاون وتكامل مع كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة، ويمكن عشان كده وإحنا بنتكلم على البنية التحتية اللي احنا وفرناها كشبكة طرق وشبكة مواصلات، أنا مش هعرف أوفر خدمات من غير الشبكة دي، من غير شبكة مواني جيدة، من غير شبكة مواصلات جيدة تقدر توصل البضائع بأسعار أقل من الأسعار لو كانت عملية اللوجستية بتاخد وقت طويل. فالنهاردة وجود بنية تحتية قوية دي سهلت حاجتين، أولا خليتني أوفر خدمات بجودة أحسن للمواطنين بتوعي، الحاجة التانية أنه ان انا عشان اشجع القطاع الخاص ان هو يجي يستثمر، مفيش قطاع خاص هيجي يستثمر في دوله ما عندهاش شبكه طرق كويسه، كهربا كانت بتتقطع عندها، ما عندهاش شبكه مواني جيده، كل دي حاجات القطاع الخاص محتاجها عشان يجي ويفكر يستثمر، فكان ده مهم جدا لاستثمار القطاع الخاص.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كل التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. تحديات كثيرة واجهت الدولة المصرية وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب طبعا كل الوزارات إن هي تقدم يعني حكاية وطن على مدار سنوات طويلة، أبرز التحديات وأبرز الإنجازات لمواجهة هذه التحديات. شكرا جزيلا لحضرتك معالي الوزيرة. شكرا، متشكرة لحضرتك جدا.